عرفتوا المقولة نتاع المكتوب ما منه هروب؟ تخيل معايا تكون عايش بخير وعلى خير وراضي بديك الحياة البسيطة اللي كتب عليك مولانا، حتى لواحد النهار غادي تقلب الدنيا ديالك سفاها على علاها، وما غاديش تبقى تفهم لمن كتنتمي، علاش انا وعلاش حتى لدابا. كاين فينا اللي الحقيقة ديالو كتنور ليه طريقه وكتخليه كيعرف كيفاش يعيش، وكاين فينا اللي الحقيقة ديالو كتظلم ليه حياته وكتحمقه. حكاية الليلة عبرة قوية لكل واحد غادي يختار باش انه يتبنى شي طفل او لا شي طفلة. ما تمشوا فين وتابعوا معايا حلقة الليلة. سلام سلام ومرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي لي، كنتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير واموركم هانيه. اذا كنت جديد على القناه نقول لك مرحبا بك، واذا كنت من اهل الدار الدار دارك. ما تنساش انك تضغط على زر الاعجاب اذا كانت كيعجبك هذه السلسله او لا عجبتك هذه الحلقه. خلي ما تعطلش عليكم اكثر ونقول لكم لنبدا. صاحبه حكايتنا كتقول بلي انه الاسم ديالها الحقيقي هو غزلان. كتقول حكايتي ديال اليوم كنتمنى المتابعين ياخذوا منها عبره، خصوصا لفئه الاباء. في قصتي كنعتبر راسي انني ضحيه لداكشي اللي وقع ليا وما كنتش مسؤوله عليه 100%. فقبل ما قصتي تبدا دوزت طفولتي مزيانه كاي طفله وسط عائله ما عندهاش وما خصهاش. عشت وسط عائله اللي كلشي كان تيبان ليا فيها مثالي، والديا عائلتي كلشي. بابا كان خدام وماما كانت مهتمه بينا في المنزل وربتنا والحمد لله احسن تربيه. غادي نوصل ل 15 سنه عاد غادي نكتشف بزاف ديال الحوايج اللي غادي يبدلوا ليا المجرى نتاع حياتي كلها. تنعقل فاش كنت في التاسعه في مرحله الاعدادي كنت انسانه لا تبالي بالمشاكل العائليه ديالها اولا بكل ما توقع فيها، وما كتدخلش في امور اللي هما كبار عليها. كنت عايشه حياتي والسن ديالي، حتى شي ايام غادي نبدا نسمع نقاشات ما بين والديا وكنشوفهم كانوا كيتغاوتوا وما كنتش كنعرف علاش وشنو. عمرني ما تدخلت في هذا الشيء ولا ركزت مع التفاصيل نتاع شنو واقع، حتى لواحد النهار كنعقل بلي انه غادي تجي عندي ماما. جمعت لي صاكي صغير وداتني للمحطه نتاع الكيران. بديت كنسولها فين غاديين فين غاديين، كتقول لي غير زيدي تبعيني يا بنتي. مشينا وركبنا في واحد الكار وشدينا الطريق حتى وصلنا لواحد المدينه اللي كانت صغيره. هبطنا من الكار وانا نسول ماما عند من حنا جايين، تبعيني وما تسولي حتى شي سؤال. انا صغيره وما عارفاش فين انا ولا شنو واقع ولا علاش ولا حتى كيفاش. مشينا دخلنا لواحد الدار عند شي ناس كيعرفوا ماما، حطينا الصاك ديالنا شربنا كاس ديال اتاي وهي تقول لي يلا خرجي معايا نقضي واحد الغرض. مشيت معاها شدينا الطوبيس وديك الطريق كلها تنسول فين حنا فين غاديين علاش انا وكيفاش. ما فهمت والو لدرجه انني ما تليتش باغا نسول ماما لانها ما بغاتش تجاوب. غادي نوصلوا لواحد المنطقه اللي هي خاويه شويه وغادي نتجهوا لواحد المقبره مباشره لواحد القبر ديال واحد المراه اللي غادي تسلم عليه ماما وتجلس وتبدا كتقرا في القران. انا لدابا بقيت غير ساكته. شويه انطقت، ماما شكون هذه؟ قالت لي قري عليها بنتي القران. بقيت ساكته وكنشوف فيها وهي غير كتبكي وكتقرا القران. فاش سالات شافت فيا وقالت لي هادي راه امك. انا ما كنتش فاهمه هادشي، توقفت الدنيا قدام عيني ما عرفت لا نضحك ولا نبكي. شنو هاد التخربيق؟ كيفاش امي بغيتي تقول لي جده؟ هادي يا بنتي امك اللي ولدتك. هاد اللحظه كانت اكبر صدمه في حياتي، هاد الصدمه اللي نتج عليها اليوم اني ما نقدرش ندخل لشي مقبره لاني فيها غادي نكتشف الحقيقه ديال عمري اللي في حياتي ما فكرت فيها. كيفاش تخيلي انه امك اللي كنتي عايشه معها حياتك كاملها 15 سنه تجي تقول لك بهذه السهوله انا ماشي هي امك، امك هي هذه اللي تحت الارض؟ شنو زعما نوض نقول لها واش بصح هذا الشيء ولا نهضر معها الحيه ونقول لها علاش كذبتي عليا؟ انا ديك الساعه ما عرفتش باش تبليت وما طاحتش مني دمعه، كانت صدمه قاسيه عليا ديك اللحظه. وليت كنحس براسي بلي انني ما بقيتش في هذا العالم، وليت في واحد الحاله هيستيريا مسطيه غير ساكته وكنشوف. تخيلوا هذيك اللحظه اذا هزيتوني وحطيتوني في وسط العافيه نقدر كاع نتحرق ولكن ما ندير حتى شي رده الفعل. ماما من جهتها كانت مرتاحه كتقول حيدت عليا هذا الثقل اللي كنت عايشه معاه وما ردتش ليا البال كاع وما حنش قلبها عليا، عند بالها بلي انني صافي غادي نعرف الحقيقه وغادي نكمل حياتي عادي. مرضت بزاف من مورا هذاك النهار، ما بقيت لا كنهضر لا كناكل ولا حتى كنبكي. الدمعه اللي بغيتها تواسيني وتخرج الالم اللي لداخل بيا ما خرجاتش، بقيت غير حاله فمي وكنشوف السقف وتنفكر في شنو طاري. بقيت تنقول لا غير كذبوا عليا
وهاد القصه هما اخترعوها. عاوتاني تنقول امي ماشي هي هذيك اللي تحت الارض، امي ولدتني من الحرام ولحتني وما عارفين شكون هي، وباش يغطوا على هاد الغلط قالوا انها ماتت، اولا باش انا ما نوصلش نقلب عليها قالوا لي بلي راه ماتت. ويا ما افكار سلبيين وشريرين جالوا لي في راسي، لا انا بنت الحرام، لا انا راه بنت الخيريه. كنت حره في التفكير ديالي لانني كنت صغيره، وعاد قلت بسم الله في المراهقه اعتزلت كل شيء، ما كاينش اللي يفهمني. غتجي عندي ماما وغتبدا كتبكي وتتشهق، قالت لي بلي امي البيولوجيه لما ولدتني توفات، وبلي هي في الاصل اختها، بمعنى ديك اللي رباتني راه هي خالتي. وماما البيولوجيه فاش ولدتني ماتت مسكينه، والاب ديالي نفرني وما بغاش حتى يشوفني في وجهي، قال لهم اعطيوها ولا ديوها لشي بلاصه اولا شي حد يتبناها، حتى حد ما عرف السبب علاش، واش حملني مسؤوليه ديال الوفاه ديال ماما اولا حاجه وحده اخرى، الله اعلم. خالتي هنايا غادي تقرر باش انها تربيني، بما انه كان عندها واحد العقم اللي كان نسبي. من نهار ولدت بنتها الكبيره ما بقاتش كتولد، فغتقرر باش انها تربيني وتهلا فيا وسهرات عليا الليالي وحسنات في تربيتي. الاب ديالي البيولوجي كان تيبغي ماما البيولوجيه ديالي بزاف، وكانت ما بيناتهم قصه حب كبيره، فهو ما قدرش على فراقها. من بعد 7 شهور غادي ينتحر. من مور هاد الحقيقه كلها تكفست حالتي النفسيه، وليت كنهضر غير بوحدي، ودرت 7 ديال المحاولات ديال الانتحار. كان عقل على المحاولة الأولى من مورا النهار ديال المقبرة بسيمانة بالضبط، كنت طحت من الدوزيام ايطاج نتاع واحد العمارة من الشرجم ديال لاكوغ، جاب الله أنه كانت فيه الشبكة ديال الحديد اللي طحت فيها، حيت كنت طحت في الأرض ما كنتش غادي نعيش من بعد. ترس من عنقي وكانوا إصابات بزاف في الجسم ديالي، وهذا الشيء كله والدي اللي رباوني كانوا مازال ما استوعبوا داك الشيء اللي داروا، وكان كيسحب لهم بلي انني غير دخت فاش كنت كنطل وطحت. وليت كنهرب من الدار، وليت كنهضر مع الموتى، وكندخل وكنخرج في الهضره، وبهذا المعنى العامي غادي نتزعزع في راسي. عام من حياتي دوزتو انا مريضه نفسيا، والديا ما كانوش قاريين وما عارفينش مزيان في هذا الشيء ديال الامراض النفسيه، وكانوا كيديوني ديما عند الفقهاء والرقات باش انهم يديروا لي الرقيه، وكان هذا الشيء غير ما غادي وكيزيد لي يكفس لي في حالتي، حيتاش ما كنتش كنحمل هذاك الجو اللي كان تيزيرني ومدخلني في واحد الدوامه واحده اخرى من السواد. هضرتي كانت ما مقاداش، وكندخل وكنخرج فيها، حتى لواحد النهار واحد السيد في عائلتنا قاري وواعي مزيان غادي يقول لهم ديوها عند طبيب نفساني. لو كان ما تدخلش هذا السيد يمكن عمرني نمشي ليه، حيت والدي اللي رباوني ما كيعرفوش شنو هو المرض النفسي، وما استوعبوش حتى الضرر النفسي اللي تسببوا ليا فيه. داز السنين وانا حداهم، ما كان هضر ما كان تكلم ما كان بكي، وحتى شي حد فيهم ما كان يقدر يلاحظ الحاله النفسيه اللي كنت فيها. واذا شي نهار جاتني شي حاله هستيريه وبقيت كنغوت كيمشيو كيدوني عند الفقيه اللي كيبقى كيكذب عليهم، بنتكم تخطات السحور، لا راه عطاوها التوكال وانا ربي هو اللي مطالع بيا. حتى دازت 3 سنين وحالتي ولات صعيبه بزاف، فاش داوني عند طبيب نفساني حسيت بلي اخيرا شي حد قدامي وفهم شنو عندي لداخل. هاد الطبيب اللي كان كيسول على الصغيره والكبيره في اللي كندوز فيها في حياتي، حتى وليت كنهضر مزيان وما بقاتش عندي صعوبه في النطق. بقيت كندير عنده حصص حتى وليت كنقدر كنهضر واحد شويه، وتنحاول نقول شنو اللي عندي لداخل ونعبر عليه واخا بطريقه اللي كانت قليله. بقيت هكا حتى بديت كنتجرأ انني نجلس حدا ماما وكنسولها اسئله اكثر اللي هما كيدوروا في بالي. واحد المره جلسنا وقلت ليها واخا بزز باش خرجت لي الهضره، قلت ليها واش انا عندي عائله بابا؟ واش عندي خوتي؟ نقدر ندوي معاهم؟ وانا ديك الساعه كنت باغا غير نتاكد من صحه الكلام، لانه لديك الوقت مازال ما كنتش متيقه وما مستوعباش هذه الحقيقه. فبدات كتعاود لي التفاصيل، وقالت لي بلي انه والدي البيولوجيين فاش تزوجوا كانوا عايشين في الخارج، وكانوا عندي 2 ديال خوتي اللي كبر مني بزاف. ماما انا ذاك جات لعند عائلتها في المغرب باش تشوفهم، وولداتني قبل الوقت، وكان هذا هو السبب باش توفات. ولدتني في سن كبير، داكشي علاش كان خطر في الولاده، وخوتي كانوا عاقلين مزيان على الوفاه ديالي لانه كانوا كبار بزاف. فاش تزاديت انا بابا غادي يرجع للخارج عند خوتي، وانا تكفلت بيا خالتي، وبقى هو عايش معاهم ديك 7 شهور حتى غادي ينتحر. صعيب عليا نقول لكم كيفاش مات بابا، ولكن هذه هي الحقيقه. قالوا لي بلي انه غادي يتلقى التران وانتحر، وكاين اللي تيقول بلي انه تران غير جرو وما كانش باغي ينتحر. اما عن خوتي من نهار ماتت الام ديالي البيولوجيه عمرهم ما دخلوا المغرب. فهذيك اللحظه غادي نكتشف بلي انه عندي خوتي كبر مني وخاصني نعيط ليهم باش نحيي معاهم صله الرحم. تخيلوا فاش عرفت بلي انه عندي خوت حسيت براسي بلي انني ماشي بوحدي، ونسيت الجرح، وليت كنقول صافي
ربي ما مخلينيش بوحدي، انا عندي خوت باش نعمر كتافي. وبديت كنخرج نوعا ما من الانطوائيه اللي كنت فيها، وليت كندير المستحيل باش نوصل ليهم ونجمع معاهم شملي. بديت نقول لراسي انا دخلت لمرحله واحده اخرى، ولازم نتلاقى بخوتي ونشوفهم ونسلم عليهم ونقول لهم بلي انا راني اختكم. ولكن داكشي اللي كان مخبي ليا مولانا كان عكس توقعات ديولي. كنت كنحاول انني نتواصل معاهم باش نقول لهم بلي انا راه كاينه ونتعرفوا على بعضنا ورغم البعد، حيت كل واحد فينا كان في دوله. جداتي ماما بابا كانت مستقره حتى هي في هذيك الدوله، وهي اللي كانت عاوناتني باش انني نتواصل معاهم ونهضر معاهم. للاسف غادي نتصدم بلي انا وخوتي رافضين باش انهم يدويو معايا، وما باغيين يعرفوا حتى شي حاجه عليا، وتيكنوا ليا واحد الكميه ديال الحقد اللي انا ما فاهمهاش. علاش؟ كيفاش انسان يقدر يحط المسؤوليه ديال الموت على انسان واحد اخر اللي ما عندوش فيها حتى شي دخل؟ الام ديالي البيولوجيا ما قتلتهاش، ربي اللي بغاها وداها. جداتي الله يرحمها كانت كدوي معايا خزنه منهم بلا ما يعيقوا، وكانت كتصيفط ليا الفلوس وكتقول ليا انت اللي بقيتي من المرحوم، اما خوتك راه قطعوا يديهم من الرحمن. كتقول ليا بلي انهم راه خرجوا من الاسلام، ما كيصوموش ما كيصليوش، بلي انهم كيتاجروا في الممنوعات، وكتقول ليا بعدي منهم راه ماشي ديال العشره وما فيهمش خصال رحيمه. لدرجه فاش انني كنت كنقطع الطياره باش انني نمشي لعندهم كانت كتقول ليا لا بنتي الا جيتي راه غادي يقتلوك. تخيلوا خوتي شقاق تيصيفطوا ليا اوديوهات وتيقولوا ليا سيري شوفي المفمن تلصقي، اذا بغيتي الفلوس نعطيوهم ليك وسيري فحالك، حنا ولدنا والدينا غير بزوج وماتوا، سيري قلبي ليك على امك وباك. كانوا تيصيفطوا ليا بلي انني بنت الحرام وبلي انني بغيت غير نلصق فيهم. تخيلوا فاش كنت كنقرا هذا الكلام كان كيضرني خاطري، وكنقول صافي الموت احسن ليا ورحم بيا. ما عرفتش علاش عائله بابا حتى شي حد ما بقى سول عليا، وعلاش انقطعت العلاقه مع العائلات. وهاد النقطه بالضبط خايفه نبحث فيها ونعرف شي حوايج اللي غادي يزيدوا يخرقوني، حيت لما كنسول ماما اللي هي خالتي في الاصل كنحس بها بلي انها نوعا ما كترتابك، وكتقول لي عائله باك راه صغيره وكلهم في الطليان، شنو بغيتي بهم؟ حتى جدة كنت كنسولها واش عندي شي عماماتي ولا عمامي بنات عمي ولا شي حد من عائله بابا، كتقول لي لا راه ما عندكش، راه عندك غير باك بوحدو. اشهد الدوامه يا ربي فاش دخلت، حتى لواحد النهار فاش غادي نقرر باش انني نهرب من الدار ومشيت لمدينه واحده اخرى، وليت كنعيش في الزناقي وندور بوحدي. تشردت بمعنى الكلمه، وليت عزكم الله مسخه، حالتي حاله مشعككه، وكناكل حشاكم غير من القمامات، وهذا الشيء دام لمده 4 ايام. حتى لواحد النهار واحد السيد كان غير دايز جرني وقال لي يلا معايا فين غادي نمشي، وانا ديك الساعه حتى الهضره ما كانتش كنتنطقها مزيان، كان تيصحاب ليه بلي انني كنتمي لبنات الليل. تيجرني وانا كنغوت حتى دخلني الطوموبيل ديالو، تنقول ليه بعيد مني وكنغوت، غادي تعصب عليا ونزل من الطوموبيل ودار ليا من الجهه الاخرى وهلكني بالعصا، حتى ما بقيتش كنبان بالدم في وجهي، زرق ليا لحمي وصحتي، تهرست جوج ديال الهرسات وزادوا خلاني. تخيلوا معايا لدابا وجهو عمرني ما غادي ننساه، غادي يكونوا دايزين البوليس صدفه وبنت ليهم مليوحه، وسط ديك الحاله غادي يهزوني. مشيت للسبيطار جاو عندي تيسولوني بنت منتي وفين كتسكني، انا غير ساكته وكنشوف وتنقول كون غير قتلني ومت. بما انه دارنا كانوا اصلا حاطين شكايه عند البوليس بلي انني خرجت من الدار، المهم غادي يتواصلوا معاهم البوليس، فجاو داوني وداووني حتى صحيت وبريت من الهرسات، بقيت غير شاد عليا في واحد القنت في الدار، وتيديروا لي اي حاجه غير باش نرجع بخير. جابوا لي صحابي حتى للدار، وبما انني كنت كنلعب الجيتار من صغري شراو لي جميع الالات الموسيقيه وحطوهم حدايا غير باش نبرا، حتى من الطبيب النفسي ديالي كان تيجي عندي ما مره ما زوج للدار باش يدوي معايا. شويه بشويه بدا تيخرجني من الحاله اللي دخلت ليها، عامين وانا متاثره بداك الشيء اللي وقع ليا، ونتقاطعت على الدراسه، والعام الاخير ديال 2017 عاد بديت كنخرج شويه وكنقدر كنتكلم، وبديت كنحاول انني نتقبل شويه داك الوضع، لكن كان عندي مشكل انني ما كنتش كنقدر نخرج الدموع وما كنقدرش نعرف نعبر بهم. من هذاك النهار ديال المقبره ليومنا هذا، من بعد معاناه كبيره مع المرض النفسي اللي دامت المده ديالو عمرها 5 سنين، غادي نفيق نوعا ما، لقيت راسي فاتوني بزاف ديال الحوايج، وباللي كاع هادشي مناش دزت عمره ما غادي يرجع ليا والديا ولا يرجعني حتى اللور ولا يبدل ليا المكتوب ديالي. غادي تقاتلوا معايا دارنا، حتى درت ساعات اضافيه ونعوض اللي فات، وقريت ودوزت الباك الحر ونجحت فيه، خديته باسي بيان وانا ندخل لواحد المدرسه قريت فيها عامين، ووسط هادشي كله
كنت في المحاكم كندعى مع خوتي على الإرث اللي كانوا طعنيني في ثبوت الأبوة ديالي، وكانوا داعيني حتى على استحقاق الإرث. فبقيت حتى خديت حقي وشريت الدار اللي دابا سكنت فيها بوحدي، وليت ضد الفكرة أنني نسكن مع شي حد. قررت باش أنني ندير حياتي بوحدي ونكون عائلة ديالي ونجدد هذاك الدفء اللي افتقدته من نهار عرفت بلي أنني متبنات. أنا اليوم خدامة، وخا مازال باقي عندي مشاكل مع خوتي اللي من لحمي ودمي، اللي مازال كيهددوني أنهم يقتلوني، لكن ما بقاش كيهمني هذا الأمر. وليت بغى غير صحتي أنها تولي بزيان وعقلي يولي سليم. والدي اللي ربوني عمرني ما نسيتهم ولا غادي نفرط فيهم، وتنمشي عندهم مرة مرة إذا قدرت. كنفرحهم ماديا وخا ما ناقصهم حتى شي حاجة، لأنهم داروا فيا خير كبير عمرني ننساه. لولاهم ما عرف شنو كان غادي يوقع لي اليوم. المشكل الوحيد اللي عندي أنني جالسة بوحدي في الدار، تنحس بعدم الانتماء، وما كنحسش بلي انني اصلا كنتمي لشي حد وبلي انني تيمة. انا خايفه من هادشي اللي كنحس به، انه مستقبلا يعرضني لمشاكل مع ناس اخرين، ولا عندي تخوف انني ندخل شي حد في حياتي ويكون تيكذب عليا ونطيح في مشكل كبر، حيت كنحس براسي بلي انه ما بقاش عندي الجهد انني ندخل في صراعات من جديد نتاع شي قصه واحده اخرى من غير قصتي. وهذه هي حكايتي، قصتي فيها رسائل الاباء اللي بغيت نقول لهم عافاكم. تبني ماشي هو انك تجيب ولد وصافي، ولكن خاصك تكون عارف وفاهم مزيان كيفاش تتعامل معاه وما تعيشوش ديك الصدمه اللي تقدر تخرج عليه حياته كامله. هذه الحكايه ديالي فيها رساله للاباء والعائلات الحقيقيه، لما تخلاو على شي طفل اللي هو مازال ملائكه ما تحملوش الذنب ديال امو اولا ديال باه اللي ما عنده حتى شي ذنب ولا دخل فيهم. انا اليوم كنعيش اصعب ايام حياتي، حيتاش اعدائي في الحياه تخيلوا هما خوتي اللي كيجرجروا فيا من محكمه لمحكمه، وحاولوا باش انهم مره ما زوج يتهجموا عليا في داري ويؤذوني. انا وليت اليوم من طوائيه في حياتي وما بقيت كنشوف فيها حتى شي حاجه. عندي ازمه انني نثق في الناس، واي واحد دخل في حياتي كنحاول انني نبعده ونكرهه فيا حتى كيمشي، حيت نقول بلي انه الخير ما لقيته في حتى شي خوتي، واش غادي نلقاه مازال في البراني. هذه هي قصتي، وشكرا حيت سمعتوا ليا. وهذه هي كانت حكايه غزلان. لما كنت كنكتب هذه الحكايه في واحد اللحظه كنت نقول ويا شحال ما كرهتش انني نعنق كدابه ونقول لك بلي انه ما توقفيش حياتك على هذه الحقيقه المره. والديك اللي عليهم الاساس الله يرحمهم، وخوتك عرفتي الحقيقه ديالهم من عند جدك. في نظري ونقدر نكون غلطه والله اعلم، انك ديري نقطه لهذا الباب وتسديه. جا وقت فاش انك تنتقلي شي حاجه زوينه في حياتك، تكتبي في كتاب حياتك شي حاجه جديده. هذه هي سنه الله في خلقه، وهذا هو المكتوب ديالك كتصرفيه. عافاك، ما بغيتكش انك تلومي العائله اللي رباتك، راه حتى هما والديك وعذري الجهل ديالهم. المهم انهم تقاتلوا عليك، لو كان كانوا قاريين وفاهمين في الحياه كانوا غادي يدوك عند الطبيب اليوم قبل غدا، لكن بنت لهم وسيله واحده اخرى ديال الشفاء ديالك عند الفقهاء وعند الرقيه. في نظري والله اعلم انك ما تبعديش على والديك اللي رباوك. انت دابا عرفتي الحقيقه صحيح، لكن كنظن بلي انه راحتك غادي تكون انك تصالحي مع شنو عرفتي وتعيشي مع والديك، حيتاش بوحدك وفيت لي قلت لك هذا الكلام البارح، وسوس الشيطان والنفس والافكار نتاع دماغك، فطبيعي انك غادي توهمي وانك غادي تحسي بعدم الانتماء، لانه ببساطه من بعد شنو وقع لك خاصك العائله، عائله اللي تحتويك على من حليتي عينيك. قبل ما تعرفي الحقيقه عمر عائلتك اللي تبناتك ما خيبوا ظنك، وهي اصلا عائلتك، لانه هذيك خالتك اخت امك فانت اصلا كتنتمي ليها. حاولي انك تخلقي معاهم الجو، اما الوحده الدائمه تقدر تاذيك وتفقد لك كاع الصواب ديالك. وما عرفش صراحة واش حتى نتوما يا متابعين يا كرام علاش ما عجبنيش الحال فاش كانت قالت غزلان بلي انه شريت ليا الدار وانتقلت ليها بوحدي. انا كنقول بلي انا شريتي الدار هذا امر مزيان، خبيتي فيها فلوسك، ولكن رجعي فكري في القرار انك ترجعي عند والديك وتبداي معاهم صفحه جديده. خلي الزمن انه يشافي لك هذه الجروح، لكن اعطي فرصه لروحك في الحياه وما تبقيش غير خايفه وتلقيها في يد مولانا. قولي لراسك بلي انه اقصى الابتلاءات اظن بلي انك راكي دزتي منهم، ما كايناش شي حاجه كفس من هادشي غدوزي منها. جا الوقت انك تصاحبي مع الحياه وتثقي في مولانا بلي انه راه مخبي لك الخير. هذا قدر الله ولا اعتراض عليه، هو اللي عارف فين كاين الخير لك. لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لو كان عارف مولانا بلي انك ما غاديش تقدري تستحملي هذا الابتلاء ما كانش ربي غادي يعطيه لك. لكن سبحان الله. اخيرا عائله هذه القناه تسلمي لك، من فضلكم قولوا لي واش خطات في هذا الشيء اللي اقترحت عليها، ولا عندكم شي فكره واحده اخرى ما تبخلوش عليها. غزلان محتاجه تقرا شيء جميل من طرفكم. دمتم في رعايه الله وحفظه، تلقاو في مقاريب. سلام سلام.